قرار الغرب تحديد سعر شراء النفط الروسي خلق حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية. فبينما تسعى الدول الرئيسية المنتجة للنفط إلى الحفاظ على الأسعار العالمية من خلال التحكم في الإنتاج، تقدم روسيا نفطها بسعر مخفض للمشترين الراغبين في آسيا. فأصبحت الهند والصين من أكبر المشترين للنفط الروسي حالياً. روسيا تبيع النفط بسعر مخفض منذ غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، وفي ذات الشهر تجاوزت واردات النفط المشتركة من الصين والهند من روسيا واردات جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. السؤال، كم سيذهب من النفط الروسي إلى آسيا خاصة الصين والهند؟ ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي كما نشاهد في هذا الرسم التوضيحي من مستوى منخفض للغاية في بداية العام، وبلغت ذروتها كما نشاهد حدود 1,000,000 برميل يومياً في كل من يونيو ويوليو، وحافظت إلى حد كبير على هذه المستويات حتى نوفمبر. بالنسبة للصين فكما نشاهد في هذا الرسم التوضيحي تذبذبت مشترياتها من النفط الروسي، حيث بدأت بانخفاض مع الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الأشهر التالية لتحافظ على نسبة واردات تجاوزت 1,000,000 برميل يومياً كما نشاهد. دول أخرى استفادت أيضاً من أسعار النفط الخام الروسي المخفضة كسريلانكا التي كانت تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وكذلك باكستان التي تتفاوض حالياً مع روسيا لشراء نفطها المخفض. بعد غزو روسيا لأوكرانيا تراجع عدد المشترين لنفطها. في مواجهة ذلك اضطرت موسكو إلى بيع نفطها بسعر أرخص ب$30 للبرميل مقارنة بخام برنت. لكن يبقى السؤال، هل يمكن للعالم أن يتخلى عن النفط والغاز الروسيين؟ الخبراء يشيرون إلى أن فرض حظر شامل على النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في سوق الطاقة. هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وسيخدم روسيا بالطبع، غير أن تحويل النفط من الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سيكون أكثر تكلفة ويستغرق وقتاً طويلاً وسيكون مرهقاً بالنسبة لروسيا على المدى الطويل، بينما يشكل فرصة ذهبية للأسواق الناشئة.